بفكر اتجوز لازم يكون عندي شقه باسمي. وهتجيبها منين بقى الشقه دي يا اخويا؟ وامتى؟ من فلوسي طبعا. لو انت شايف ابوك فلوسه عماله تلق في جيوبنا قوي يا اخويا. وامتى هجيبها دي؟ قريب، قريب قوي ان شاء الله. ماشي يا سيدي، سيبك بقى من الكلام ده. شفت البت شادية اخت بدرية؟ اه، بس شفت بقى الاحلى منها؟ مين؟ النقطة. نقطة ايه؟ النقطة اللي نزلت على ابوك زي المطر. ما بترجع وبتترد تاني لاصحابه. ما انا عارف. تخيل بقى لو فلوس النقطة ديت خدتها واشتريت بيها شوية بضاعة وشغلتها في السوق، ساعتها هتروح وتيجي جايبة معاها فلوس قد كده اهو، ترد اللي ترده والباقي يبقى ليك لوحدك، مكسب مشفي. يا ابن الجنية. ما هو لو أمي جنية أبقى أنا عفريت. خد يا أبو حميد، خد دي. أنا مش عاوز إزاز ريحة. لما أديلك حاجة تاخدها. بس أنا برضه عاوز النص جنيه. لما أديك نص جنيه كأني بديك سمكة، لكن لما أديك بقى الإزازة دي كأني بعلمك الصيد، يعني ممكن تصطاد 1000 سمكة وتجيب 1000 جنيه وأكتر كمان. يعني إيه؟ يعني الجنيه هتصرفه وترجع تدور على غيره. طب نهر الريحة كمان هتخلص. لا، الريحة مش هتخلص، وخيرها وريحتها هيمروا عليك كتير. طب وهتمري عليا ازاي بقى؟ الازازه دي فيها اصنص ياسمين، يعني روح الياسمين، والشويه اللي انت شايفهم صغيرين دول يعملوا 10 ازايز. ازاي؟ لما يتخففوا. طب اول سلامتك يا حبيبتي. خير يا احمد يا ابني، في ايه؟ ها؟ ها؟ طب اهدى اهدى اهدى، هات كرسي هنا يا ابني. حاضر يا محمد. خد اشرب لك بقه ميه، خد. هي ام صباح جايه لك يا عم مش عيشه؟ ام صباح بتاعت مانيا الشيحه؟ لا، بتاعت البيض. قلت لها لما تخلص عندكم وتاخدوا اللي يلزمكم تجيلي. انت عايزها في ايه؟ انا كنت عاوز اشتغل معاها يا عم ابو شعيشه. من غير ما اسالك هتشتغل معاها ازاي وفي ايه؟ انا ضمك يا عم. تعيش يا عم ابو شعيشه، ربنا يخليك. انت فطرت يا احمد؟ اه الحمد لله. صباح الخير يا حاج ابو شعيشه. يا صباح الفل يا ام صباح، اي جات لك يا عم. شوف بقى عايز منها ايه على ما افطر. قلت لي اسمك ايه؟ احمد توفيق. اتفضل يا استاذ احمد توفيق. بعد المدرسه يا احمد. هو ده برضه اللي احنا اتفقنا عليه يا عم رجب؟ امال احنا اتفقنا على ايه؟ البيضه بقرشين ساخ، يعني حسابنا 150 قرش. وعندك 3 مشروخين؟ لا، في دي عندك حق. وطالما اعترفت بالحق انا هجيب لك بقيه حق. انا كده الحصه الاولى بدات، انا ماشي. يا عم اصبر، ناخد فلوس. اتفضل. تعيش يا عم رجب، ربنا يخليك. عفو. يلا بينا. انت قلت لي عاوز كام بيضه؟ يعني 200 300 اللي تقدر عليهم. ان شاء الله هجيب لك اكتر. يلا نجيب منين بقى 300 دول يا اخويا؟ من عند ام صباح. ام صباح ما بتجيش الا يوم الجمعه. ام صباح في محطه الجيزه، ناخد منها البيض. محمد يكون مأجر عجله ومستنيني، نحط عليها قفص البيض ونروح نوزعه على عم رجب بقال والحاج شعلان بتاع شارع الصناديلي والعراقي. بناخد منها البيض ونبيعه زيادة تعريف. يا ولاد الكبش، وتروح منكم المدرسه وتضيعوا في الاخر. ما المدرسه عاوزه كتب، والكتب عاوزه فلوس، والفلوس ما بنشوفهاش. الله الله الله، يعني ايه يا واد؟ بصراحه كده يا حاج احنا ما بناخدش مصروف. ما هو لو تعرف انت واخوك انا مانع عنكم المصروف ليه؟ كنت تحبوا على ايدي وتشكروني. ليه يا حاج؟ عشان تعملوا اللي انتوا عملتوه ده. انتوا مش ولاد توفيق، انتوا ولاد ابليس. والملايه اللي انت بتدوري عليها دي يا حاجه اللي هجيبها عندنا في الاوضه؟ اهو هنشوف يا محمد، مش هنخسر حاجه. ياما مفيش غير هدوم احمد ومحمد. دوري وراها. طيب هي لونها ايه؟ لونها لبني ولا بامبا؟ دوري ورا الهدوم هتلاقيها. وايه اللي فكرك بس بيهم دلوقتي؟ عايز اعمل منها شويه غيارات لابن اخوك فتحي. اهي لقيتها ياما. شفتي؟ امك ما تنساش حاجه ابدا. ايه ده؟ ايه اللي بيرن ده؟ دي حاجات احمد. حاجات احمد؟ حاجات احمد دي تطلع ايه؟ ايه ده؟ يا صلاه النبي يا صلاه النبي. وايه الازايز دي كلها؟ دي ازايز ريح. اما مالكش حق يا احمد. افرض دلوقتي الحاجات دي كانت اتكسرت، مش كانت بقعت الهدوم؟ ما هي دي ما بتتكسرش. ليه ان شاء الله؟ على راسها ريشه؟ لا، عشان احمد مش عاملها من الازاز، عاملها من الباغ. وريني يا بنتي الخشب ده ايه كمان؟ دي برضو بضاعه احمد. بضاعه؟ ليه؟ هو بيتاجر فيها؟ انا بقى هقول لك على السر يا عم ابو شعيشه، والفرق بين ازازتك وازازتي.
خد شوف. ايه اللي كان؟ خد بالك من الحجم والريحه. ده غير اني خففتها طبعا. انت اللي مخففها؟ الله، حلوه قوي يا احمد. عارف الفرق بين ازازتك وازازتي ايه؟ ايه؟ ان الريحة بتاعت ازازتك حلوة او مش جازعة، بس انت اللي مخففها؟ لا، ده عم فوزي اللي في ازخات عبد الجابر، الله يرزق برضه. شاطر، عفارم عليك يا احمد. لسه في فرق كمان. في ايه تاني؟ دي بقى مش ازاز. مش ازاز؟ انت دي ما تفرقش حاجة عن الازاز. بلاستيك دي يا احمد؟ هي حاجة ما بين البلاستيك والازاز، باغة. ودي بتقف عليك بكام؟ بعشرين قرش. وبتبيعها بكام؟ بخمسين. بقالك كتير شغال على كده؟ هلا بقالي سنتين، والفضل كله يرجع لك طبعا يا عم ابو شعيشه. الفضل لله من قبل ومن بعد. خد. طيب استاذن انا بقى يا عم ابو شعيشه. ايه على فين؟ اسيبك عشان تصلي العصر. هنصلي العصر سوا عشان ربنا يبارك لك في مرازق. يلا. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. أمير الجماعة يريدك في أمر مهم، في مفاجأة كبيرة قوي. مفاجأة خير إن شاء الله. إن شاء الله حنزور الأستاذ فتح رفاعي والأستاذ عمر التلمساني. ما خرجوا من السجن؟ لا طبعا، لسه مسجونين. أمال هنزورهم في السجن إزاي؟ الرئيس السادات سمح للمرضى من معتقل الإخوان إنهم يتعالجوا برا السجن، فجابوا الأستاذ فتحي والأستاذ عمر يتعالجوا في المعتقل السياسي للقصر العيني، والإخوة بتوع كلية طب القصر العيني يرتبولنا زيارة خاصة، والأخ إبراهيم اختارك عشان تكون موجود معانا. الله يكرمك ويكرم الأخ إبراهيم. من زمان قوي وأنا نفسي أشوف الشيوخ بتوعنا اللي ضحوا بنفسهم وبوقتهم عشان الدعوة. ربنا حقق لي الأمنية. الله يجازيك كل خير يا شيخ. أنا عارف يا أخ أحمد إن الزيارة دي قد إيه مهمة بالنسبة لك. هي مهمة وبس، دي مهمة جدا جدا جدا. أنا مش عارف أشكرك إزاي أنت والأخ إبراهيم. أحمد هستأذنك بس دقيقة واحدة، أخويا محمد هشوفه عايز إيه وأجي لك. أحمد، أوعى تجيب سيرة عن الزيارة دي، أنت عارف إن الزيارة دي سرية جدا. اسمه كلام، ده اسمه كلام يا شيخ. خير؟ زفت. ليه؟ إيه اللي حصل؟ في مشكلة كبيرة ولازم تيجي معايا. مشكلة إيه؟ أنا عندي مشوار مهم قوي، ساعتين وهحصلك. لو ما جيتش معايا دلوقتي البيعة كلها هتبوظ. لا 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 اسكت، تبوظ إيه؟ تبوظ. ثانية واحدة وجاي لك. بسرعة طيب. على طول على طول. يا أخ عمر أنا مش عارف أقول لك إيه، بس للأسف أنا مش هقدر أجي معاك في الزيارة دي. خيرا يا أخ أحمد. سيد الوالد ألمت بيه. ألمت بيه أزمة صحية جد أوي. لا أنت لازم تروح تطمن عليه، وإن شاء الله نطمن عليه منك بكرة بإذن الله. ربنا يبارك. اتفضل يا اخ. الحاج محي كان راسه 1000 سيف ما يحمل حاجه على العربيه لما ياخد فلوسه كامله. ايوه بس انت ما اديتوش فلوس. وانا هديله فلوس منين؟ ما الفلوس معاك اصلا. ايوه صح، وحملت العربيه. حملتها بس بعد ما حلفت له 100 يمين ان احنا هنسدد له فلوسه كامله النهارده. لا معلش بقى، يخبط دماغه في الحيط. يخبط دماغه في الحيط ازاي؟ طب الحلفانات اللي انا حلفتها. معلش صوم يا محمد. طب في ايه؟ لا اله الا الله، يعني نعمل ايه يا محمد؟ عندنا معرض نخنق نفسنا. عموما هو ما خدش بحلفاناتي دي، وأمن السواق ما ينزل حاجة من على العربية لما ياخد فلوسه كاملة. الله، مين السواق اللي جا معاك؟ خضر. طيب خلاص سيب لنا خضر أتصرف معاه. تتصرف معاه إزاي يعني؟ يا سيدي سيبنا أتصرف معاه. أنت مالك يا محمد؟ أنا مالي إزاي؟ هناكل فلوس على الراجل يعني؟ من إمتى بناكل فلوس على حد؟ لا ما تخلينش أزعق. لا إله إلا الله، من إمتى بناكل فلوس على حد؟ هنديها له بس بعد المعرض. طب وأنت هتعمل إيه يعني مع خضر؟ يا دي خضر. ازيك يا خضر؟
الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا دكتور. يكون في معلومك مفيش قفص ولا صفيحة هينزلوا إلا لما أخد فلوس البضاعة كلها. يا ابني هو في حد جاب سيرة قفص ولا صفيحة؟ لا إله إلا الله، مالك جاي عليا سخن كده؟ أنا مش سخن ولا حاجة، أنا بنفذ كلام الحاج محيي بالقرن، وهو قال لي أعمل كده، وهاني مش هعمل إلا كده حتى لو ضربتوني بالكرابيج. لا إله إلا الله، يا ابني حد جاب سيرة كرابيج؟ مفيش كرابيج خالص خالص، هما تلات بنيات بس، واحدة في عينيك وواحدة في مناخيرك وواحدة في بقك. التلاتة دول هنديك عليهم 20 جنيه، تروح للحاج محي تقول له ضربوني وبهدلوني وخدوا البضاعة ونزلوها حطوها في عربية تانية، ماشي؟ وتقول أنا رحت القسم وعملت محضر وادي رقم المحضر أهو، ها إيه رأيك؟ رأيي في إيه يا دكتور؟ إنك تروح البلد معاك البضاعة دي كلها وما معكش ولا تعريفة ليك، ولا تسيب البضاعة ويبقى معاك 20 جنيه. طب والتلات بنيات يا دكتور؟ لا أنا ماليش دعوة، أنت تضربهم بنفسك، حد يضربهم لك يا عم بنياتك وأنت حر فيها. والمحضر؟ مفيش محضر أصلاً ولا حاجة. انا هديك اي رقم وخلاص، وانت تروح تقول له ده انا رحت القسم ورقم المحضر اهو. ايدك على 20 جنيه يا دكتور. عايزهم عشرات ولا جنيهات؟ جنيهات. وسع يا عم للجنيهات. يا محمد، محمد على فين يا دكتور؟ الله، هنروح نوزع البضاعه عشان نجيب الجنيهات. طب اوعى والنبي يا دكتور تجيب سيره لابويا الحاج محيي لحسن كان يموتك. وسمعتك الطيبه وسمعه عيلتك بشاره الطاهره وسيرتها الحلوه، ان شاء الله انا عارف انك هتعمل لنا اللي احنا عايزينه. وانا تحت امرك، بس المهم في الاول نتفق على الفلوس ومواعيد التسليم ونوع الورق وشكل الطباعه عشان كل حاجه بقى متفقين عليها وعلى نور. واحنا مش هنختلف في حاجه يا حاج، احنا لا يهمنا فلوس ولا نوع الورق ولا شكل الطباعه، اهم حاجه عندنا التسليم في مواعيد. الله الله عليك يا ابو حميد. لا كمان بقى مع مواعيد التسليم يهمنا الفلوس قوي، وعايزك تعرف ان الحكايه دي فيها كده لوجه الله، ان شاء الله بامر الله تعالى انت مش هتكسب. من عينيا الاثنين، انا تحت امرك. الكتاب ده يا حاج مفيش طالب في الكليه الطب البيطري ما بيحتاجوش من سنه اولى لاخر سنه، بس هو في الحقيقه الكليه بتنزله غالي قوي قوي، احنا عايزين ننزله بربع ثمنه تقريبا، لان اللي قادر اهو بيشتريه، انما اللي مش قادر بيروح المكتبه يمقع عينيه لحد ما يحفظه. يعني احنا حسينا ان من واجبنا اننا نوفره للي قادر واللي مش قادر. وانا والله ما هكسفكم، شوفوا انتوا عايزين تطبعوا منه كام نسخه وانا تحت امرك. ايوه يا حاج، بس انا مش هعرف اقول لك انا عايز كام الا لما اعرف بكام. اتفضلوا الشيخ. وانا كمان ما اقدرش اقول لك بكامل لما اعرف هتاخد كام نسخه، لان سعر ال1000 غير سعر ال5000. صدق صح. طب لو قلت لك 10000 نسخه؟ لا تفرق كتير، بس انت هتجيب منين 10000؟ ده انت تلاقي كل اللي في الكليه عندكم 2000 او 3000 طالب بالكتير. اه بس انا مش هبيع في جامعه القاهره بس، انا هبيع في كل كليات طب بيطري فيك يا بره مصر. طب اروح انا اجيب الورق عشان نكتب اللي اتفقنا عليه. استنى بس يا حاج قبل ما تجيب الورق، احنا بعد اذنك يعني عايزين نطبع الكراسه دي لوجه الله تعالى. ايوه بس عدم المؤاخذه يعني فيها ايه الكراسه دي؟ يا حاج دي ان شاء الله فيها واجبات الاخ المسلم، احنا في حياتنا حاجات كتير قوي لازم نعملها لوجه الله، نعرف اللي لينا واللي علينا، وانا متوسم ان شاء الله في حضرتك انك هتعمل الخير ده. وانا تحت. اتفضل يا حاج. اروح انا اجيب الورق. اتفضل. ودتنا في داهيه 10000 نسخه، هنجيب فلوسهم منين ونوزعهم ازاي اصلا؟ يا سيدي هنعمل اعلان في الكليه، كتاب سيزون ابو 50 جنيه هنبيعه ب 12 جنيه ربع ثمنه، ومش هناخد على طول فوري بالتقسيط، والتقسيط مريح كمان، يعني هناخد منهم 6 جنيه والستة الباقيين على 3 شهور كل شهر 2 جنيه، مكسبنا في ال 12 جنيه يا محمد 7 جنيه، يعني في ال 10000 نسخه 70000 جنيه. يا سلام، ده اذا عرفنا نبيعهم اصلا يا اخويا. وغلاوه الحاج عندك وعندي لا هنبيعهم. انت من بكره ان شاء الله هتروح كليه طب اسيوط، وانا هروح جامعه القناه. اسبوعين يا محمد والله العظيم الموضوع ده هيخلص، واحنا ان شاء الله بقى هنقعد ندور على محافظاتنا نلم النقصات. ما نلفش ليه يا محمد؟ ده احنا نلف وندور ونسعى ونشقى، الرزق يحب الخفيه. وبعدين بدل ما انت تشقى يا سيدي ممكن نلف على واحده من الاخوات كده نجيبها هي اللي تقول. اشمعنى يعني واحده من الاخوات؟ ليه مش من الاخوه؟ اولا لان الشغل مع الاخوات لذيذ في حد ذاته، وبعدين مفيش حد من الاخوات هيقلدك الشغل بعد كده، انما لو جبت حد من الاخوه ممكن يقلد الشغلان ويشتغل من وراك يقلشك، يعني ده ممكن كمان ياكل عليك بقيه فلوسك. صح، احنا من هنا ورايح لازم نشتغل على حاجه. شغلها. اتفضل. الله يكرمك يا حبيبي. اكرمك الله، اكرمك الله، تقبل الله، اكرمكم الله. ازيك يا سيدي؟ الله يحفظك. اتفضل اتفضل، ربنا يبارك فيك. ازيك؟ ما تنسناش بالدعاء. اكرمك الله مع الف سلامه. تقبل الله. ازيك يا ابو حميد؟ مش هوصيكوا. يعني انت اكيد عارف اللي انت عملته هنا غير مسموح بيه في الكليه. سعادتك عندك حق يا فندم. طيب كويس.
بس ده في حالة ما أكون بتاجر وأتربح لحسابي الشخصي. أمال تفسر بإيه اللي أنت عملت؟ ساعتك لو سألت في الشؤون تحت هتلاقيني بورط كل الأرباح اللي بتطلع لصالح اللجنة الاجتماعية اللي أنا مرشح ليها. وشمعنى اخترت أنت بقى بالذات اللجنة الاجتماعية؟ في الحقيقة يا فندم حسيت إن هو المكان ده اللي يخليني أكثر قربا لزملائي وإخواني، وخصوصا المحتاجين منهم. يعني قلت مش هقدر أساعدهم إلا إذا عشت عيشتهم وحسيت أحاسيسهم، وأعتقد إن هو ده دور الاتحادات عموما. كلام جميل. قولي يا أحمد، أنت أبوك بيشتغل إيه؟ صاحب مصمت في الجيزة يا فندم. مصمت؟ أيوه مصمت في الشوكوارع والبار. علشان كده بقى أنت اخترت كلية الطب البيطري. لا والله خالص يا فندم، أنا كنت ناوي هندسة بس نولي بقى المجموع. وأكيد مش مبسوط. لا إزاي؟ إزاي ما بقاش مبسوط؟ أي مكان تحت إدارة سعادتك يبقى هو المكان اللي لازم نبقى مبسوطين فيه. متشكر يا أحمد، وتفضل أنت دلوقتي. بس لازم تعرف أي نشاط تجاري بعد كده في الكلية ممنوع. يا فندم إلا إذا أنا بنفسي وافقت لك عليه. أنا شخصيا وعن اقتناع هرشح أحمد توفيق. واشمعنى أحمد توفيق كل الطلبة بتتكلم عنه؟ أنا عايز أعرف أحمد توفيق ده عمل إيه؟ عملت دي. عملتوا أنتوا إيه بقى؟ وايه دي بقى ان شاء الله؟ ميدالية بسيطة وما فيهاش حاجة، بس دليل على اني موجود، على اني بشتغل. قصدك ممكن تشتري؟ هو الشغل عبارة عن ايه غير بيع وشراء؟ بس هي الافكار دي هتفضل في دماغكم، مش هتعرفوا تطبقوها في الواقع، مع ان كل الافكار دي يا اخي سبحان الله موجودة في الاسلام، بس لو تسيبوا الكتب الحمراء وترجع له المصحف في القرآن. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. انت اخبو مين؟ احمد توفيق. أحمد توفيق. أنت اسمه مين؟ أحمد توفيق. دي دعاية رخيصة جدا. لا بالعكس، أنا شايف إنها دعاية جميلة جدا. تبقى رخيصة لما ما يكونلهاش قيمة يا أخ إبراهيم، بس متهيألي قيمتها أنتوا شفتوها كلكم، أنتوا كل الإخوان. النتيجة إن إحنا وصلنا لكل الطلبة اللي في الجامعة تقريبا. وما كانش ينفع نوصل للطلبة من غير ميداليات. وما وصلتوش ليه؟ ما عملتوش كده ليه؟ سبحان الله يا جماعة. أنا شايف إن إحنا لازم نفكر بالطريقة اللي كانوا قبلنا بيفكروا بيها. دي رجعية. رجعية. الرجعية بقى اللي حضرتك بتتكلم عنها دي، واللي هم بيتهمونا بيها ويقولوا علينا أصلنا رجعيين وأصوليين. يا جماعة إحنا مش لازم نعبر النهر قفزا. تقصد إيه يا أخ أحمد بالكلام ده؟ أقصد سياسة الخطوة خطوة. كيسنجر أنهت الحرب. كمان كيسنجر. يا جماعة يا جماعة، إحنا ما ينفعش نبقى منغلقين وإحنا في عصر انفتاح. بالعكس، احنا لابد اننا نستغل عصر الانفتاح ده انه يبقى وسيله لتحديد هدف. كمان برجوماتي. ليكن، مش مشكله، المهم اننا دلوقتي موجودين هنا محتلين هذا المكان، بقينا على راس الحركه الطلابيه. وبعدين في طريقه تفكيرك دي يا اخ احمد، بعدين دي بقى في الحقيقه اخ ابراهيم مقرونه بمدى المساعدات اللي ممكن نقدمها للطلبه المحتاجين وما اكثرهم. ومتهيالي ان مكسبهم في صفنا سوف يفتح لنا ابواب الجنه. نور. مبروك يا اخ احمد. حبيبي يا اخ عمر، الله يكرمك. ايه يا اخ احمد، احنا عاملين المجهود ده كله عشان نتصور؟ لا بقولك ايه، ده عميد الكليه والكليه بيته، واذا دخلتم بيته نغيروا بيتكم فاستاذنوا، احنا بنستاذنه وبنشكره. اهلا يا فندم. اهلا وسهلا. وبالسرعه دي لحقت تعمل المعرض يا احمد؟ يا فندم بسرعه ايه، سعادتك لو بصيت وراك للطلبه هتعرف ان احنا كان لازم نعمله امبارح مش النهارده. اديني بصيت يا سيدي، في الحقيقة أنا مش شايف غير طلبة وطالبات. لا سعادتك بص في عينيهم يا فندم، هتعرف قيمة اللي حضرتك قدمته على شغلك. لا يا أحمد، قدمت إيه بس؟ دي كلها بركة أفكارك. أبو يا فندم، هي أفكاري لازمتها إيه بدون توجيهات سعادتك وثقتك فيها؟ طب سمي وادخل برجلك يمين يا فندم. يا فندم البركة في دخلة سعادته علينا، اتفضل. بسم الله الرحمن. إيه ده؟ انت عارف المعرض النهارده خلص في قد ايه؟ هو ايه اللي خلص بالظبط؟ المعرض ولا اللبس اللي في المعرض؟ ما لو اللبس خلص يبقى المعرض خلص. خلص في قد ايه؟ في 3 ساعات. يا راجل، البضاعه اللي جبناها ب 700 جنيه بعناها ب 2500 في 3 ساعات. ده كده المكسب يجي 350%. انت عارف ده معناه ايه؟ معناه اننا لو رحنا جبنا بضاعه ب 3000 جنيه هنبيعها ب 10000 جنيه، ده في نص اسبوع. النص الثاني نفس الحكايه ب 20000 جنيه في الاسبوع. يا نهار اسوح، ده كده انت بتكسب اكتر من مخدرات. اعوذ بالله، ومش مخدرات ولا حاجه، وحاجه صح و100%. هو انتوا عندكم في الكليه الموضوع البحري كده لدرجه ان انت تفتحها سوق؟ مش اي سوق يا معلم، ده في اوراق واختام وعميد كليه موافق وكل حاجه.
طب واخوك تشيل معاه فلوس ولا بضاعة؟ الله، هو في بضاعة من غير فلوس؟ ماشي شايل. تشيل الخير يا حمادة. طيب كده اعمل حسابك تطلع معايا بورسعيد. امتى؟ بكرة. احيات ابوك يا شيخ، الموضوع ده مش عايز ام كلثوم بصراحة. جدا. انا مش كل يوم والتاني هنزل افتتح لك معرض. سعادتك السبب يا فندم. انا؟ ليه بقى؟ لان مكان ما بتحل جنابك بتحل البركة. نعم بركة؟ يعني ايه؟ مش فاهم. هقول لحضرتك، سعادتك يا دوب افتتحت المعرض، 3 ساعات الطلبة كانوا خلصوا كل البضاعة اللي موجودة. طب دي بركة ولا مش بركة؟ عندك حق، بركة. ماشي ماشي يا سيدي. قول لي بسرعة بقى، عايز ايه مني تاني؟ عايز بعد اذن جنابك تعتمد لي الطلب ده. طلب ايه ده بقى ان شاء الله؟ لا بقى ده كتير. جري يا احمد، احنا مش تجار شنطة عشان تروح بورسعيد مرتين في الاسبوع. تصدقني سعادتك لو قلت لحضرتك ان ممكن اقعد 10 مرات في الاسبوع علشان زمايل الطلبة، انا بكل جوارحي ما قداميش غير اني اساعدهم، اعمل ايه؟ انت غريب يا احمد، انا في الحقيقة ما شفتش حد ابدا بالمثالية دي. لا يا فندم العفو، مثالية مش مثالية بالمرة. اني احس بزمايلي دي مش مثالية، اني استشعر احتياجاتهم، طموحاتهم، طلباتهم، انتماءاتهم، ان هم يحسوني واحسهم، مش مثالية. مثالية خصوصا يا فندم ان هم اللي رشحوني للموقع ده اطلاقا. اقنعتني يا استاذ، موافق. وادي توقيعي. ربنا معاك. مع السلامه. الله، بسم الله ما شاء الله. اتفرج يا محمد. لا انا بجد مش مصدق نفسي. لا ما بيقول لك بقى يا سيدي، انفتاح بعد قفله يعمل سرعه. لا بس انت طلعت استاذ. انا دلوقتي بس صدقت. كان لازم تصدق يا محمد. انا عايز ايد الطول كله كليات مصر، وايد لوحدها ما تسقفش، وانا معاك في اي حاجه انت عايزها، واعملها وانا مغمض كمان. طب قول لي يا ابو حميد، كليتكم عامله ايه؟ يعني زيها زي اي كليه. لا يا محمد، كليتكم مش زي اي كليه، كليتكم كليه زراعه، يعني معظم الطلاب بتوعها من الاقاليم، يعني غلابه زينا يا ولد. ايوه ده ايه علاقته يعني؟ اللي بنبيعه هنا هنبيعه هناك بنص الثمن. تبيعه بنص الثمن ازاي يا ابو حميد؟ انت كده تخسر. النبي انت حبيبي، حبيبي والله. هنشتريها برضه بنص الثمن، يبقى المكسب هو هو. يا ابن الجنيه. من جنيه ايه؟ مش لسه لما تعرف الباقي. ايه تاني يا استاذ؟ انت عارف مين اللي ماسكه اللجنه الفنيه عندكم في الكليه؟ لا مش فاكر. هناء حسين الحناوي. انا سمعت الاسم ده وشفته مكتوب على حاجه كده. شفته على حاجه كده. حسين الحناوي، عضو مجلس الامه عن دايره بورسعيد. يا والله يا اخي انت محبكها قوي، نسبه ومش نسبه. وانا بدينك مصروفك يا محمد. ده اجرك، انت اشتغلت معايا ودي اجره ايدك. بس بقولك ايه، فلوس الشغل لازم تشتغل، وعلى راي المثل القرش المتعان يا يتسرق يا يتصرف، والقرش اللي على الوش رخيص. خد نسبتك يا محمد. طيب ونتعشى احنا بقى قبل العشاء. هتعمل ايه بالفلوس دي كلها؟ الفلوس دي اديها لك تشغلها طبعا. عين العقل. هات. طب وانت هتعمل ايه بنصيبك؟ لا انا ما تقلقش عليا، انا نشوي اخ احمد واحنا لازم يبقى لنا واقفه معاك. انت ايه اللي بتقوله ده يا اخ ابراهيم؟ وقفتي وبتاعي ما يصحش كده، بتحمل الامور اكتر مما تحتمل. لازم تاخد الحياه ببساطه يا اخي شويه. يعني المعرض وتبيع فيه ملابس للمتبرجات والسفرات وتقول لي ببساطه؟ بساطه ايه دي اللي تخليك تخرج عن مبادئ الشريعه وتخسر دينك؟ انا لا اسمح لك انك تتكلم معايا بالطريقه دي يا ابراهيم، حتى لو كنت انت امير الجماعه. يا راجل ده انا لو بتعامل مع يهود مش هتقولي كده. يا اخوان ليست هذه طريقة للحوار بيننا. انت مش شايف يا اخو عمر بيتكلم ازاي؟ كل ده عشان بساعد الطالبات. تقصد المتبرجات السافرات؟ حتى يا سيدي لو متبرجات وسافرات، لا اله الا الله، ما احتمال لما يلاقونا بنعمل كده يا اخو ابراهيم معاهم يبقوا معانا مش ضدنا. على فكرة دول مصريين زينا يعني. انت كده بتركب دماغك وبتعصي اوامرنا، واحنا لازم يبقى لنا واقفة معاك. يعني واقفة معاك؟ ده هيجنني بواقفة معاك. بقول لك ايه، بيني وبينك مجلس الشورى يا جماعه يا اخ ابراهيم. والطاعه واجبه يا اخ احمد. والشورى واجبه يا اخ ابراهيم. يا اخوان فلنستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولنرجئ النقاش الى وقت اخر. قلقان من ايه يا احمد؟ وانت عملت حاجه؟ يا فندم انا مش قلقان والله، مفيش حاجه خالص. بس هو انا زي ما بقول لسعادتك كده، في اليومين اللي حضرتك بتقول ان المشكله حصلت فيهم انا كنت بحضر نفسي للجواز. عارف والله، وحتى لو كنت موجود في موقع الحدث نفسه، ملفك اللي عندنا وسيرتك تخلينا نصدقك ونثق فيك كويس قوي. طب الحمد لله، يعني انا هنا بصفتي مش متهم. اكيد.
بصفتي شاهد. ممكن. طب انا ما اعرفش اي حاجه اشهد عنها. ايوه بس انت محسوب عليهم يا احمد. طب واللي انا محسوب عليهم جنابك دول عملوا ايه؟ اشتبكوا مع العيال الشيوعيين بالسنج والجنازير. طيب ما تنساش سعادتك برضو ان شويه العيال الشيوعيين دول كان لازم حد يتصدى لهم، يعني احنا كده دافعنا عن امن الجامعه. الله، بس انت ما كنتش معاهم يا دكتور. ايوه بس ده ما يمنعش اني ادافع عن بعض افكارهم، يعني اقف معاهم ضد صوت الشيطان. ما تهدى علينا شويه يا دكتور. لا العفو يا فندم، انا ما اقصدش، انا اقصد يعني ان وجود العيال الشيوعيين دول خطر جدا على امن الجامعه. والله ان جيت للحق انتوا وهم، المفروض ان الجامعه دي للدراسه يا دكتور مش للصراعات السياسيه. والله سعادتك يعني لو طبقنا شعار الرئيس الجديد يبقى احنا بنعمل الصح. شعاري بقى؟ الرئيس السادات قال ان مصر هي دوله العلم والايمان. العلم متمثل في الجامعه والايمان متمثل فينا احنا. ايوه بس ما توصلش لدرجه الاشتباك يا دكتور. سعادتك اعتبرها عين حمراء وكان لازم يشوفوها وشافوها. يعني ايه؟ يعني القطه دبحت لهم خلاص سعادتك، انما من ناحيه الجماعه الاسلاميه دي اول واخر مره. وهو ده اللي انا عايزه منك يا صديقي احمد. انا عايزك في وسطهم صوت ناضج وفاهم وواعي. واعي؟ مخبر يعني؟ لا طبعا مش مخبر يا حبيبي. انا عارف انت افتكر ازاي، وعارف هما كمان بيثقوا فيك قد ايه، عشان كده عايزك تبقى لسان حالنا في وسطهم، مش عايز مشاكل. تمام يا فندم. تمام، تقدر تفضل يا احمد. شكرا. بالمناسبه احنا هنلغي نشاط المعارض اللي انت بتعمله ده، احنا مش عايزين احتكاك بينكم الفتره الجايه. يا سبحان الله، وهي المعارض سعادتك اللي بتعمل احتكاك بس؟ يعني مش معقول يعني مالها افكاري؟ حطيتنا تحت العين وعين الحكومه مالهاش اخر. كويس، عشان يحسوا بوجودنا. يا راجل اذا كانوا هم اللي فتح لنا الباب على الاخر، اذا كانوا هم اللي ادونا اللجام، نقوم احنا نركب الحصان بالعكس ونحط اللجام حوالين رقبتنا ليه؟ انت مش فاهم حاجه. فهمني يا فصيح. ما انت لما تشتغل بشروطهم يبقوا بيستخدموك. هم يستخدموني؟ اذا كان استخدامهم ليا ده هيقطع لسان ودراع الشيوعيين الكفره ما يستخدموني. اذا كان ده اللي هيخلينا نعرف نساعد زملائنا من الطلبه المساكين يستخدمونا يا اخي. يا ابراهيم احنا نصنا بيتحقق معاه والنص التاني في المستشفيات، وانا وحضرتك بنتخانق مع بعض. هما بعتوا لك في امن الدوله ليه؟ عشان اخرجكم. باعتبارك مين؟ باعتباري الواجهه اللي انتوا بتداروا فيها، او باعتبار الراجل اللي بيحاول يحافظ على اسم الجماعه في كل جامعات مصر، او بصفتي اكبركم. ايوه بس انت المفروض الاذان. ايوه بس الاذان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا احمد؟ الحمد لله. امال الاخت هنا فين؟ هنا عند العميد. بتعمل ايه؟ ما اعرفش يا احمد، بس يعني هي مش هتروح للعميد لله لله. طيب هو انا ممكن استاذن حضرتك يعني لو تروح تشوفيها خلصت العميد ولا لسه؟ طب ايه رايك لو نروح مع بعض؟ ياكل. طب اتفضلي يا اخت هناء. انت فين؟ انا موجود. اول ما محمد قال لي جيت على طول. خير؟ للاسف مش خير خالص. طب يا هناء انا هستنى في الكافيتيريا بره. لا يا لمياء خليك، انا عايزاك. في ايه يا اختي هناء؟ على فكره ما بحبش كلمه يا اختي دي. اسف. في ايه يا هناء؟ انت ما عرفتش بقى انهم رافضين يعملوا اي معرض في اي كليه السنه دي؟ ايه يعني ايه ما عندناش معرض السنه دي؟ لا مفيش. انت عشان كده كنت عند العميد؟ ايوه. طب وعرفتي ايه السبب؟ لا انا ما تهمنيش الاسباب خالص على فكره دلوقتي، ما تهمنيش الاسباب، انا كل اللي يهمني النتائج اللي هتحصل. وايه اللي هيحصل بس؟ يعني ايه اللي هيحصل؟ انت ناس ان احنا واخدين ميزانيه كبيره من الاتحاد علشان خاطر المعرض ده. طب احنا مش ممانعين في حاجه، دي ظروف امنيه تخص الجامعه. طب واحنا ايه بقى اللي يخلينا نعمله في الجامعه يا هنا؟ امال هنعمله فين بس؟ في المدينه الجامعيه. طب وهو ايه الفرق بين المدينه الجامعيه والجامعه؟ الطلبه هم الطلبه، المشاكل هي المشاكل، كل اللي هيزيد المساله القانونيه. بقول لك ايه، انت عارف كويس قوي ان انا ما يهمنيش موضوع المساله القانونيه اللي انت خايف منها دي. انا كل اللي يهمني ان انا ارجع الاعتماد اللي خدته من ميزانيه الاتحاد في مكانها الصح، والمكان الصح بقى هو اني انفذ اللي انا قلت عليه. هناء ممكن تهدي؟ احمد في مكانك ويمكن اسوأ يا هناء. انا ماليش دعوه بيه. ليه مالكيش دعوه بيه؟ اهو كده بقى وخلاص ماليش دعوه. بقول لك ايه، انا خلاص قررت، انا هعمل المعرض في المدينه الجامعيه. ما هو مش هينفع. وانت مالك؟ انا هتصرف، يا اما ترجع الفلوس. دكاتره مصر كرسي يلا مسعد. لا 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 مش واسع عليا كبير دكاتره مصر. مفيش حاجه توسع عليك يا غالي. تشرب ايه؟ اجيب لك معسله؟ لا ما انت عارف اني ماليش فيها يا حاج. ما هو لازم تشرب حاجه يا نجيب غدا. الشاي بسرعه على مسعد للدكتور. وناوي تحمل البضاعه امتى؟ والله يا حاج انا مش جاي عشان احمل البضاعه للاسف، انا جاي عشان مش عايز البضاعه. مش عايز البضاعه؟ شكرا. وماله يا سيدي؟
مش عايز البضاعة ما تاخدهاش. روح يا شيخ، الله يوسع عليك ويكرمك ويبارك فيك يا حاج. طيب بعد إذن حضرتك، يعني كان في 8000 جنيه عندك؟ وكمان كان في 8000 جنيه عندك ولا نسيت؟ لا 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 لا، أنسى إزاي يا حاج؟ فاكر طبعا والله، كنت أجيبهم معايا، بس نقول إيه، قدر الله وما شاء أفعل. ونعم بالله يا سيدي، بس والنبي والنبي ما تبقاش تتأخر علينا بالزيارة، أنت أنست وشرفت. الله يبارك فيك يا حاج، ما تقولش كده، إحنا أخوات ما أقدرش أتأخر عليك. طيب بالنسبة لل 8000 جنيه يا حاج، هم هنا ولا في البيت ولا ايه؟ 8000 جنيه بتوع ايه يا دكتور؟ بتوعي يا حاج، فلوسي. فلوس ايه؟ ما انت لسه قايلها لا اله الا الله، قدر الله وما شاء فعل يا شيخ. بقى انت مدفعني 16000 جنيه في بضاعة ما انتش عايز تشيلها، وجاي كمان عايز 8000 جنيه؟ ده يرضي مين ده يا ناس؟ يرضي مين ده يا ناس؟ فلوس يا جدع. فلوس ايه يا عم؟ اسمع بقى يا جدع، انت فلوسك اترجمت لبضاعة، يعني انت مالكش عندي غير بضاعة، ومش هتاخدها لما تدفع بقية الفلوس، وكده يبقى خلص الكلام بينا يا حلو. لا اله الا الله، يعني ايه خلص الكلام يا حاج؟ في فلوس يا جدع، البضاعة اللي كنت هاخدها منك خلاص ما بقالهاش باب رزق، اعمل ايه؟ اعمل اي حاجة، اقول لك ارميها في المالح، ولا يا اخي ولع فيها بجان، ولا اقول لك البسه. ما هو مالك وانت حر فيه؟ البسه؟ لو انت فاكر ان انا هسكت يا حاج، قسما بالله اجيب لك عليها وصيها. ما بلاش تقول كلام ما انتش قده، ده اتفاق وانت اللي بوظته. ويكون في علمك هما 8 ايام ما لهمش تاسع، لو ما جبتش الفلوس لا ليك عندي لا فلوس ولا بضاعه، وقدر الله وما شاء فعل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت عرفت بيتي منين؟ انت بتراقبني؟ انت غريب قوي، اراقبك ليه بس؟ انا ضيف هنا في البلد دي، في البيت ده، ضيف حضرتك. قولي اتفضل، وبعد كده قولي اللي انت عايزاه. اقولي اتفضل لما تبقى الضيف مرغوب فيه، لما ابقى عارفه انك جاي او في بيني وبينك معاد. انا متشكر جدا على الاهانات دي كلها، بس على فكره انا جاي بناء على ميعاد سابق بيني وبين الوالد. بابا؟ هي الوالد ليها معنى تاني بورسعيد غير بابا؟ ايوه بابا، لو سمحت بلغيني جيت حسب الميعاد. انا اسف. اتفضل اتفضل من هنا. يا اهلا وسهلا. يا اهلا اهلا بيك. اهلا بحضرتك. اتفضل استريح. الله يحفظك يا فندم. اتفضل. خير؟ خير ان شاء الله يا فندم، خير. هو بس انا كنت بتمنى يعني بساعتك ما تكونش قلت الانسه هناء عن اي حاجه. ما انا وعدتك ان انا مش هقول لها، وحسين الحناوي لما يوعد مش ممكن يخلف. انا متاكد يا فندم، اسم سعادتك وسمعتك مش جايين من فراغ. خير يا استاذ احمد، خش في الموضوع. الحقيقه انا مش عارف ابدا ازاي يا فندم. ابدا من اي حته تعجبك، المهم تبدا. الانسه هنا متورطه في مشكله كبيره قوي، ورافضه تدخل حضرتك بحجه انها شخصيه مستقله ورغبتها التامه في الفصل بينها وبين سعادتك. ايوه انا عارف، ودي حاجه انا بحاول انميها فيها دايما. لا لحد هنا وكفايه، ارجوك بلاش تنميها، لازم تتدخل. الموضوع يخص مخصصات اتحاد الطلبه. اختلاس؟ لا يا فندم، اختلاس ايه؟ العفو. لا، بنت حضرتك فوق كل الشبهات دي. الموضوع باختصار يا فندم، احنا كنا عاملين معرض للطلبة في كلية الزراعة، كنا بنجيب لهم هدوم من هنا من بورسعيد معفاة من الجمارك ونوديها لهم، بنوديها لهم تقريبا بنص الثمن او اقل، بس حصل مشكلة. كم؟ في الحقيقة انا ما اقدرش اكلم وزير التربية والتعليم في الحكاية دي، لان منع اقامة اي معارض هو قرار امني واكيد صادر من اعلى سلطة في الاتحاد الاشتراكي. تمام سعادتك، بس اسمح لي يعني على حسب معلوماتي القليلة جدا، ان السلطة العليا للاتحاد الاشتراكي يهمها جدا ان الجامعات يصفوا الشيوعيين. لا 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 لا، انت فاهم غلط خالص، احنا مش عايزين حد يصفي حد، احنا عايزين كل واحد يعبر عن نفسه بكل حرية
ويعمل اللي هو عاوزه بس بدون دم وبدون مجازر. أنا كنت فاهم غير كده خالص. فاهم غلط فاهم أكيد. واللي أنت مش فاهمه كمان، في اتجاه دلوقتي لإنشاء منابر جوه الاتحاد الاشتراكي. المنابر دي هتعبر عن كل التيارات السياسية. منابر بمعنى إيه سعادتك؟ مش فاهم. بعدين هفهمك. اللي عايزك تعرفه دلوقتي، مش هقدر أكلم وزير التعليم، وبالنسبة للجمارك ماليش سلطة عليهم، مش هقدر أعمل لك حاجة. يا فندم أنا مش عايز حضرتك تعمل لي أي حاجة، العفو. أنا عايز حضرتك تعمل لهناء بنتك. عموما هكلمهم يا سيدي وأوصيهم، بس هتدفعوا جمارك، هتدفعوا جمارك. ما يقدروش يعفوكوا، لكن ممكن يرعوكوا. قولي، أنتوا جايبين حاجات كتير قوي؟ لا مش كتير ومش قليل. أنا هكلمهم وأوصيهم زي ما قلتلك، وهديك كارت كمان. ربنا يحفظك يا فندم. يمكن يساعد. العفو يا فندم، طبعا هيساعد، العفو. بس ما قلتيش حضرتك المنابر عبارة عن بس ال 5000 ريال دول ما يعملوش 3000 جنيه يا دكتور. معلش شوف الفرق قد ايه وبعتهم لك الاسبوع اللي جاي يا حاج. طبعا مش هنحسبه بحساب البنك. بلاش منقره بقى، الله يكرمك. منقره ايه يا دكتور؟ ده انا بخدمك. انت لو حسبتهم بالسعر اللي بره البنك هيفرقوا كتير قوي قوي. تفرق في ايه؟ تفرق كتير يا دكتور. سعر البنك اقل من السعر اللي بره يجي 5 ساغ، وساعات 7 ساغ. اضرب بقى 7 ساغ في 5000 جنيه، شوف تفرق معاك قد ايه. انت بتتكلم بجد؟ هي الحاجات دي فيها هزار يا دكتور. خير الاول. ايوه انا اتخضيت، داخلين عليا الدخله دي ليه؟ في ايه؟ خير حاجه يا اخي. انت رايح فين؟ رايح الشغل. في حاجه؟ اقعد بس. اقعد ايه؟ اقعد ايه؟ اقعد يا جدع انت. ايوه والله رايح الشغل. مبروك يا عريس. الله. في ايه يا فيها محمد؟ خير؟ مفيش حاجه يا اخي، بس مفيش شغل. ايه اللي مفيش شغل ده؟ خلي عندك مفهوميه بقى، خلاص هنشتغل مع بعض. ايه ده، انت اشتريت وزاره الكهرباء ولا ايه؟ ولا هرجع اشتغل معاكم طالب من اول وجديد؟ لا انت تشتغل معانا تاجر. هتنزل معايا دلوقتي، هنلف على التجار اللي بنورد لهم البيض والجبنه وكل حاجه. تعرف حساباتنا معاهم كام وبالملي. وتجيب دفتر، وتجيب دفتر، وتروح فاتح صفحه في الدفتر ده، اول صفحه مبروك عليك. هتروح كاتب فيها عناوين كل التجار اللي هتروح لهم دول. ليه؟ لانك بعد كده هتروح لوحدك، محمد مش هيروح معاك. وهنعرفك احنا بنجيب بضاعتنا منين وبنوزعها ازاي. بعد كده انت ومحمد هتروح على اسيوط، تروح فاتح صفحه جديده في الدفتر نفسه برضه، وتروح كاتب فيها حساب كتاب السيزون اللي احنا بنوديه للطلبه هناك في جامعه اسيوط. هناك بقى هقول لك هتعمل ايه، لان انت بعد كده هتروح لوحدك برضه، انا مش هروح معاك. بعد كده هتروح على بورسعيد انت ومحمد. انا هكون هناك في بورسعيد، هستناك وتجيبوا كل الفلوس اللي انتوا لميتوها، نروح شاحنين البضاعه ومجمركينها وجايبينها على مصر. ايوه بس المشاوير اللي انتوا قلتوها دي كلها لا فيها شغل ولا فيها مديحه ولا فيها جواز. انت بتاخد كام في شغلانه كشاف النور ده؟ ما هو مفيش داعي بقى للاحراج ده. ما هو خلاص ما يهمكش، مفيش حاجه، اضرب اللي انت بتاخده ب10. وهتاخدهم اول ما الهدوم تخش مصر. بقول لك ايه، ما تحسش بنفسك قوي، ده احنا كل اللي عايزينه اي حاجه في الدنيا نثق فيها ونأتمنها على فلوسنا ومالنا. ها بس مديحه وشغلي. احنا شغلك. الله. ومديحه خلاص انا استأذنت لك منها كام يوم. وبعدين انا عايز اقول لك على حاجه. اقول انت لازم بقى تعمل لنفسك كرشين كده، ها، منظر كده. ده انت عندك اسكندريه ومياني وسيدي بشر والجواز والجمبري ايوه ده انت دلوقتي تلاقيك عيني على الحديده بتسعى الله حق النشوق. ما تفكرنيش بقى يا محمد، ابوك مصني خلاني على عضمه. ناوينا كسوتك. ها قلت ايه؟ قلت لا اله الا الله محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. يبقى على البركه، نتكل على الله انا وانت دلوقتي، واحمد يلحق يروح يلم بقيه فلوس الكتاب، وبعد كده يطلع يلف على المحلات اللي احنا مش هنروح لها، في حدائق القبه ومصر الجديده واللعب ده كله، وبعد كده نتقابل كلنا في بورسعيد. يلا بينا. طيب اروح اودع مديحه واجي لكم. لا 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 مديحه بعدين، بقول لك يا واد اسكندريه والجمبري والسيدي بشر يلا. انا حاطط كرتونه هنا يجي 3500 جنيه ويمكن اكتر كمان. انا بعد في الاخر بس. معلش المره دي انا عندي في الاول عشان انا محتاج الفلوس، بعد كده بقى نسبتك انت خدها ان شاء الله بعد كده. صاد انا مجمعهم 5 جنيهات كل رزمه باستك. بس والنبي يا دكتور عاوز اي حاجه دلوقتي امشي حالي بيها. يا حبيبي انا هشوفك ما تقلقش خالص خالص، بس معلش المره دي هاخد كل الفلوس. انا عايزك تجيب دفتر بقى وتكتب لي فيه الوارد وكل حاجه. ليه؟ اي حاجه هتنقص عليك انت. عارف يا دكتور عارف.
في ناس ما بتقدرش تدفع 6 جنيه كلهم في الاول، باخدهم على دفعتين. انت راجل حنين، اعمل لك ايه؟ انما انا بقى اخد الفلوس كلها. معلش 8000 جنيه بالتمام والكمال يا حاج. تمام. ولا مسعد خد دخل فلوس دي جوه وجهز البضاعه بتاعت الدكتور. هو ده الشغل، تجيب فلوس تاخد بضاعه، ما تجيبش فلوس ما تاخدش بضاعه وتروح عليك الفلوس يا حلم. عسل الحاج. بس هو وانت الساده بقى يا حاج، يعني بعد كده هنجيب فلوس ومش هناخد بضاعه؟ لا ومش اي فلوس، دي فلوس كتير قوي كمان. لا 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 بقى كده انا مش فاهم حاجه، ما تفهموني يا بهوات بالراحه، يعني ايه تجيبوا فلوس وما تاخدوش بضاعه؟ انا هفهمك يا حاج، ده لان الفلوس اللي جايه انت لا هتشوفها ولا هتهوب ناحيتك. شايف الراجل اللي واقف هناك ده؟ ايوه شايفه. ماله؟ ده راجل زي الفل. الراجل اللي هناك ده بعيد عنك يعني، اخرس، لا بيسمع ولا بيتكلم، وبعيد عنك برضه ورث ورث كبير قوي عن ابوه الباشا، وبعيد عنك طلع جدع ادانا 8000 جنيه واتفقنا معاه بعيد عنك ان احنا هناخد كل فلوسه واملاكه عشان نشغلهم له، وبعيد عنك برضه اتفقنا ان احنا نشفط نص بضاعه بورسعيد وننزلها مصر، وهنبطرك يا مصر ببضاعه من بورسعيد. بس طبعا مش هناخدها منك يا حاج، هناخدها من الحاج قادر رشوان، الراجل الكامل من الكوامل اللي يعرفوا فعلا يعملوا الناس ازاي. رشوان ده ايه؟ يعني انا ما بفهمش في الناس؟ يا باشا يا باشا اتفضل تعالى نورنا. بس بقول لك ما بيسمعش انت يا كراس يا ديام مساعد بسرعه. اهلا اهلا اهلا. اتفضل اتفضل. اهدى بس بس يا دكتور شويه كده، اهدى والنبي كده وفهمني ايه اللي بيحصل. يا سيدي انا لا ههدى ولا هتكلم ولا عايز لا اله الا الله، انت رزقك معانا خلص، افهم بقى يا راجل. تف من بقك، طب عليا الطلاق بالثلاثه، ما انت متعامل مع حد في بورسعيد غير. تصدق بقى يا حاج انك هتطلق لاني مش هتعامل معاك تاني. الله خلاص بقى يا دكتور، ريح بقى واهدى كده، الراجل حلف بالطلاق مش عايزين نخرب عليه. شوف ايه اللي يريحك يا دكتور وانا اعمله لك، واذا كنت يا سيدي زعلان من اللي حصل ادي راسك ابوسها يا سيدي. لا 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 لا، الله يبارك لك الله يبارك لك. لا راسي ولا ايدي، لا راسي ولا ايدي، الله يخليك. حاضر، انا علشان خاطر محمد وعلشان خاطر الراجل الجميل ده انا هشتغل معاك تاني، بس بشروطي. اشرط يا سيدي، ولو فتحت حاجه بكلمه وبديني بالجزمه اللي في رجلك. لا يا سيدي العفو العفو. طيب احنا هنبدا الشغل مع بعض بطلبيه صغيره كده بقد 100000 جنيه، هنجيب لك 50000 جنيه وناخد الطلبيه يوميا. يعني تاخدوا بضاعه ب 100 وتدفعوا 50؟ الله، انت مش قلت مش هتتكلم؟ تصدق انت كان عندك حق، الراجل ده مش مظبوط. يلا بينا يا جماعه. خلاص خلاص بس عدوا بهوات، كمل يا دكتور. انت كده هيبقى لك عندنا 50، هتفضل ال 50 دي معانا لحد ما نتصرف في البضاعه ونجيب لك 100 وناخد بضاعه ب 100. يبقى في 50 رايحين جايين بيننا وبينك كده طول ما احنا شغالين مع بعض. وانا موافق. يلا نقرا الفتح. لا قبل الفتح احنا لازم نقفل على الحساب القديم، ولازم نقفل الصفحه اللي فاتت. ما قفلناها يا دكتور، والواد بيجهز لك البضاعه جوه اهو كله تمام. لا مش كله تمام يا حاج، انت لازم تتغرم عشان اللي عملته معانا المره اللي فاتت ما يتكررش. واتغرم ليه؟ الله، احنا قلنا ايه؟ خلاص اللي تشوفوه يا سيدي. هتتغرم 2000 جنيه يا حاج. 2000 جنيه مره واحده يا دكتور؟ اتكلم اتكلم اتكلم، انا قلت يلا بينا. خلاص خلاص والنبي تقعدوا. جد يا مسعد هات 2000 جنيه من عندك. 2000 جنيه دي فلوس. اقلب الكراسي. ها السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كنت بس بسال على الاستاذ خالد الوردان رئيس الورديه. اؤمر. انا خالد الوردان. يا اهلا وسهلا، انا جاي لحضرتك من طرف الاستاذ حسين الحناوي عضو مجلس الامه. اؤمر اؤمر. هو كان اتصل يا فندم موصى علينا. حصل يا سيدي حصل، المطلوب ايه؟ يعني سعادتك تراعينا في الجمارك شويه وتعاملنا باقل فئه ممكنه، لان كل الحاجات دي جايه لوجه الله تعالى. كل الحاجات دي جايه لوجه الله تعالى؟ ايوه يا فندم. ده انتوا على كده هتدخلوا الجنه عدل. يا رب يسمع من بقك ربنا. وانا عاوز اعرف بقى الكراتين دي فيها ايه لوجه الله؟ دي يا فندم هدوم، ملابس كلها موجوده للمعاقين. بص حضرتك، الراجل اللي قدام ده لا بيسمع ولا بيتكلم، بعيد الشر عنك، ساهم هو ومجموعه من الناس الاحباب يعني علشان يجيبوا الهدوم دي. وادي كشف سعادتك لو حضرتك تحب تطلع عليه كل امضاءاتهم. انا لا عايز اطلع على كشف ولا على امضاءات، انا عايز اعرف الكراتين دي فيها ايه. يا رجب، محمود، عيسى، نزلوا كل الكراتين دي وفتشوا العربيات. يا محمد محمد
خليك معاهم بسرعه انا جاي. ماشي. وانت بقى يا سيدي ايه علاقتك بحسين دي؟ لا معرفه قديمه يا فندم. معرفه قديمه؟ طب انا يا سيدي ليه عنده خدمه صغيره قد كده اهو، رغم اني عارف انه اتم وما بيخدمش حد، تقدر تساعدني فيها يا فندم؟ العفو، اعتبرها قضيه خلاص. شوف يا استاذ احمد، البضاعه دي بالميت هتدفعوا عليها 4000 جنيه. كتير قوي يا استاذ خالد. ما انا جاي لكم في الكلام اهو، والله لولا ان البضاعه دي لوجه الله وانكم من طرف الاستاذ حسين انا كنت دفعتكم اكتر من 6000 جنيه. انا بقى هخليها 3 بس. ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك، بس مش ممكن يعني عشان خاطرنا تخليهم 2 و200 جنيه كمان اكراميه يعني للعمال اللي تعبوا وفتشوا العربيه. رشوه يعني يا استاذ ولا ايه؟ رشوه ايه سعادتك؟ مين اللي جاب سيره رشوه؟ ما قلتش رشوه خالص، انا قلت اكراميه، اكراميه للناس اللي تعبوا بس يعني. وبعدين عشان خاطر سعادتك تعرف ان نيتي سليمه، وعشان الكلمه اللي حضرتك قلتها انا هدفع ال 3000 جنيه اللي انت قلت عليه، وبرضه هدفع عليهم ال 200 جنيه رشوه. اكراميه اكراميه. كتير قوي 3000 جنيه يا احمد. لا معلش 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 يا محمد، عشان يطمئن قلب الاستاذ. خلاص انا هخليهم 2.5 ده غير الاكراميه. وليك عليا، موضوع الاكراميه ده محدش يعرف عنه حاجه خالص، هيبقى بيني وبينك، لا ناس تفهم غلط لا سمح الله، وان شاء الله تبقى انا عارف. يلا 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 تعال انت، انت روح على العربيه هناك اقعد واحنا نروح نحاسب ونيجي. اه تمام تمام تمام. تعال معايا تعال معايا. يلا 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 بسرعه، خلينا نخلص. الله يبارك لك. ايدك بايد. ايه ده؟ ايه ده يا احمد ده؟ يلا زي ما انت شايف كل كنب العربيات معمول فيه كده. يا نهار اسود، احنا كان ممكن نروح في داهيه. لو انت صادق كان ممكن نروح في داهيه فعلا، لو دفعنا كل الجمارك دي اكتر من ثمنها. بس كان لازم تقول لي يا احمد. كنت هتخاف وترتبك ويبان عليك. انت اصلا لو كنت قلت لي ما كنتش هوافق. عشان كده ما قلتلكش. وبعدين لو انت فاكر ان انا بحب التهريب وغوي يعني، انا عملت كده انقاذ موقف. طب والسواقين دول، افرض حد فيهم كان بلغ عنا. لا 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 اطمن، حامد مأمن كل حاجه ما تقلقش. حامد وهو اللي قال لهم يحشوا الهدوم كده في الكراسي؟ ابدا، دول كانوا عايزين يحطوها في البيبان زي العربيه اللي اتقفشت، بس انا قلت لهم لا حطوها في الكراسي، عشان كده بيتنا في بورسعيد. يا نهار اسود، كان ممكن نروح النيابة. لا عمرنا ما نروح النيابة إن شاء الله. ليه إن شاء الله؟ على رأسنا ريشة؟ لا هي لسه الريشة ما تحطتش على رأسنا يا أبو حميد، بس علشان كل حاجة باسم حبشي، يعني إحنا مالناش دعوة، وهو لو لا قدر الله اتمسك إحنا هنعرف نقف جنبه، بس لو إحنا اتمسكنا مين هيقف جنبنا؟ أيوه بس أنت كده تبقى بتغامر بيه. ويعني جوز أختنا نغامر إحنا بيه شوية، هو يغامر معانا شوية، ويفوز باللذات كل مغامر. يلا بقى يا جدعان، أنت بقى مش ناقصة. عامل يا ابو حميد؟ بص كده يا حاج فتحي، بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. اللي قال لي يا ابو حميد، عملت لي ايه في موضوع الشقه؟ الحمد لله الحمد لله، كله تمام كله تمام. كل كل اوعى تكون كسلت يا احمد وما جبتش الشقه. يعني والله ما نقدرش نقول كسلت، لا ما ينفعش نقول كسلت، بس هو الحقيقه يعني الدنيا كانت مولعه نار نار نار. لا حول ولا قوه الا بالله. وما اشتريتش الشقه ليه قبل ما الدنيا تولع نار نار نار؟ ايه ده بس يا حاج فتحي؟ الله يا جدع، انت حط لقمه في بقك، مش معقول كده اللي حصل. يعني ان الدنيا ولعت نار مش بس ساعه المظاهرات، من قبل المظاهرات. وبعدين بص انا مش هخبي عليك، لازم اقول لك الصراحه. ايوه الصراحه يا احمد، الفلوس اتصرفت. يا نهار ابوك ازرق، انت ليه دوت صوتك؟ في ناس نايمه. ما يصحوا، فلوس مين اللي اتصرفوا؟ شقه عمر، فلوس الشقة هتتصرف وتقول لي وقت صوتها يا جدع. انت فاهم بقى، الله الفلوس ما ضاعتش، الفلوس زادت. شقة عمري زادت ازاي؟ بقوا كام يعني؟ بقوا كتير يا حاج فتحي، بقوا كتير. انا دخلتك انا ومحمد معانا في الشركة، بقينا نشتغل في الكتب والألبان والجبن، والشقة اللي انت عايزها دي هتبقى عمارة وعمارتين وتلاتة على أرض كبيرة، مش هنعرف نجيب آخرها. بقول لك يا أحمد، كلامك ده أنا مش داخل دماغي، ولو أنت دكتور في الكلام انا دماغي دي آلة حاسبة، يعني عايز اعرف بالمليم بالسحتوت. عجبني الكلام ماشي، ما عجبنيش يا ابن والدي تشق الارض تطلع لي بالخمس تلاف ريال، الخمس تلاف ريال السعودي بتوعي. يا جدع انت عيب عليك، ما تزعقش كده، ما يصحش كده. كل بقى ومد ايدك وانا هفهمك على كل حاجة. يا ابن انا عارف بالطلاق، ما انا واخر غير لما اعرف. طيب بص يا سيدي،
احنا بنشتغل في 120 150 الف جنيه تقريبا. بسم الله ما شاء الله. وجبت الفلوس منين يا اخويا حبيبي؟ اخويا حبيبي يا سلام يا اخي، زي ما قلت لك احنا بنشتغل تقريبا في 120 150 الف جنيه. كتاب سيزو اللي وحده هيطلع لنا تقريبا 60 الف جنيه. الجبن والالبان بتطلع لنا في الاسبوع تقريبا 3000 جنيه. الهدوم بتعمل مكسب الضعف وهي بتدور نفسها. اللهم صل على النبي. وانا بقى نصيبي كام في الحسبه دي؟ نصيبك زي ما انت قلت معظمه لسانك يا فتح، النص، مع انك ما تستاهلوش. بس بقى في الحقيقه عشان انت اخونا الكبير دي حاجه، الحاجه الثانيه عشان انا صرفت الفلوس من غير ما اقول لك. وانا ما يرضونيش اخد اكتر من حقي. الفلوس دي تتقسم علينا احنا الثلاثه، انا وانت ومحمد. ايه رايك؟ كانت فين المرجله دي من لحظه يا ابو الرجاله؟ معلش بقى ابو حميد، بس اهم حاجه تجيب لي شقه بدريه. حاضر يا فتحي حاضر، بس نعرف ايه اللي علينا، ايه اللي لينا، ايه اللي معانا، ايه اللي مش معانا. خير خير ان شاء الله. ايوه كده راحت نفسي اتفتحت. بسم الله بقى عشان تفتح نفسي. يلا يا اخويا. ايوه بس كده يبقى في مشكله في اللي انتوا بتقولوه ده. مشكله ايه لا سمح الله؟ احمد مفهمني ان المصلحه ماشيه زي الحلاوه وما جابليش سيره اي مشاكل. احمد نفسه ما عرفش حاجه عن المشكله دي يا حاج. الله، يعني ايه نسبتي هي المشكله يا محمد؟ خلي بالك انا اللي حكمت بكده وانا اللي قللت. ده احمد كان عايز يديني النص وانا قلت له ما ينفعش، الاسم على ثلاثة. ما تهدى بقى يا عم، انت سخنان علينا ليه؟ وطي صوتك عشان ابوك قاعد. نفهم في ايه؟ قول يا محمد في ايه؟ الراجل اللي اسمه محيي ده عايز يدينا البضاعه زياده عن سعرها، وانا بقى قفشت معاه وقلت له مش هناخدها الا بالسعر القديم. وهي بقى دي المشكله يا محمد. خلاص انا هروح له واخلص الحكايه دي معاه. لا تروح له، اوعى تعمل كده، انت تصغر لي ولا ايه؟ انا خلاص قفلت معاه السكه دي خالص. يعني ايه انا مش فاهم؟ المصلحه باظت؟ مكسب 2000 3 في الاسبوع ضاع علينا؟ اسمع يا احمد، انا ما ينفعش معايا الكلام ده. اهدى بقى يا حاج فتحي. الله، انا اتفقت مع صباح اللي هي بنت ام صباح الله يرحمها، هي اللي هتورد لنا البضاعه اللي احنا عايزينها، والمفروض خضر كان جابهم بس المظاهرات بدات. ما ينفعش يا محمد، احنا عايزين بضاعه كتير قوي كل اسبوع، ما اعتقدش ان صباح هتقدر توفرها لنا. يا جماعه مش عايزين نطلع منظرنا وحش قدام التجار كده، هياخدوا من اي حد غيرنا. اسمع بقى منك ليه، انتوا شوفوا لكم حل في مشاكلكم دي. انا عايز اطمن على فلوسي. اطمن يا حاج فتحي الله يبارك لك. انا ومحمد النهارده هنسافر وهنشوف ايه الحكايه ونحلها. لا سيب لي محمد النهارده، انا عايزه. ليه يا حاج خير؟ في ايه؟ خير ان شاء الله. في ناس بعتين معايا فلوس من السعوديه، عايزين نروح لهم ونديها لهم النهارده. فلوس ايه دي يا حاج؟ جرى لك ايه يا احمد؟ فلوس يعني فلوس؟ في حاجه اسمها فلوس ايه يا حاج؟ ايه يا عم، ما انا متزربن كده. ايه ده شويه، انا عايز اسال يعني. قول لي يا محمد، ال 5000 جنيه بتوع اللي خدهم الحاج محيي عملوا فرق 250 جنيه، ده عشان محيي حرام، انما هم كان ممكن يعملوا اكتر من كده. كان ممكن يفرقوا معانا 100 جنيه لو كنا استنينا للصبح بس، لان انا لما سالت طلع الفرق 7 صاغ مش 5 صاغ زي ما الحرامي ده حسب احمد. 7 صاغ؟ طب ما استنيتوش ليه؟ عمل قلق وغاغه، انا كان نفسي اخلص منه باي طريقه. ابن الحرام ده، على كده الفلوس دي لو انا فكيتها من معرفتي كانت فرقت معايا كتير قوي يا حاج احمد. معايا؟ ايه معايا دي؟ لا مفيش حاجه اسمها معايا، مفيش حاجه اسمها انا وانت وهو، في حاجه اسمها احنا. جرالك يالا، مالك بتبجح فيها كده ليه؟ وبعدين المصلحه واحد. انا بس المشكله ان الفلوس دي انا اجيبها ريالات، يعني لازم اوصلها للناس ريالات. يا حاج فتحي قول لهم في السعوديه انك ريحتهم، حولتهم مصري بدل الشحطات اللي اهاليهم هيبقوا فيها في وسط التكسير والمظاهرات. لا ده في حاجه كمان، ده انت ممكن تقول لهم ان انا غيرت لكم وتعبت وجبت لكم قرشين زياده خدمتكم يعني. لا 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 لا، ملهاش لزوم قوي موضوع الزياده ده، انت عايز تفتح عينيهم علينا ليه؟ ده كفايه قوي الكلام اللي قاله محمد. احنا رحمناهم من الزحمه والمظاهرات والبهدله، كفايه قوي. سبتي قولوا قول قولك. احنا من هنا ورايح مش هنشتري بضاعه لا من محيي ولا من غيره، هنعمل بضاعتنا بنفسنا وفي أرضنا. طب وهي فين أرضنا دي بقى إن شاء الله؟ يا ابن الجنية، هنشتريها صح كده يا أحمد يا حبيب أخويا؟ الله ينور عليك يا حاج فتحي. لا وهنشتريها في بلد محيي، وساعتها يبقى يوريني نفسه. أيوة بس أنت كده تبقى بتقف قدام القطر يا أحمد، محيي ورجالته مش هيسكتوا. قطر إيه بس؟ إحنا يا ابني لو عملنا اللي بقولك عليه ده بعون الله هنركب الصاروخ، ولو ركبنا الصاروخ القطر نفسه مش هيقف قصادنا. ربنا يكرمك يا شيخ احمد. الله يكرمك يا عميد، الله يكرمك. بتعمل ايه؟ بتعمل ايه الله يبارك لك يا حاج؟ انت مش شايلنا ذنوب. جرى ايه؟ جرى ايه يا ابني؟ الله، انت عاوز تحرمني من خدمة بيت الله؟ انت عايز خدمة تاني؟ ما كفاية الخدمة اللي انت فيها الله يبارك لك ويقدرك عليها، يا الإمامة سهلة. ايوه بس ده ما يمنعش اني اساعد. لا الله يبارك لك، وانا مش عايز اتعبك يا حاج. الله يحفظك. لا حول ولا قوة الا بالله، الله يكرمك، الله يكرمك.
لا قول يا شيخ عبد المجيد، هو ما فيش هنا صندوق تبرعات؟ والله يا شيخ احمد. لا يا ريت تقول يا دكتور احمد لو سمحت. دكتور؟ هو حضرتك دكتور؟ بيطري. وطبعا حضرتك بتسأل انا ليه اخترت البلد دي اعمل فيها اول مشاريعي. يا ده انت كده قصرت عليا السكه قوي يا ابني. ليه بقى ان شاء الله؟ رد الجميل يا سيدنا. سيده من بلدكم من سنين طويله خطت عتب الضربه كنت نسيتها خلاص، لحد ما جتني في المنام خبطت على باب الدار، فتحت لها لقيت شعرها مكشوف وخدتني من ايدي وجابتني على هنا، دخلتني بيت مالوش لا باب ولا بوابه. دخلت جوه البيت لقيت له سقف، وبص ورايا لقيتها راحت. وراحت فين يا ابني؟ مشيت. ومين دي المساعدة اللي ربنا أكرمها بزيارتك في المنام؟ اسمها أم صباح، كانت بتجينا زمان وهي محملة بكل الخير، جبنة وزبدة وقشطة، جيت أدور عليها. واعترت فيها يا ابني؟ الله يرحمها يحسن مثواها. أم صباح؟ أم صباح، أيوة افتكرتها يا دكتور. دي كانت مرات جابر الغنيمي الله يرحمه، وسابت كمان وراها صباح أرملة وليها عيلين. لما وصلت هنا ما استغربتش البيت، ولما دخلته لقيته هو نفس البيت اللي أنا شفته في الرؤية، ولما شفت صباح وعرفت إنها أرملة اتأكدت إنها جتني في المنام عشان توصيني على صباح. يا حاج فتحي دول مش مصدقين نفسهم، مش مصدقين الفلوس وصلت وبسرعة كمان. لا ده ممكن توصل أسرع من كده كمان وكمان. لا 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 ما ظنش إن فيها أسرع من كده. بالتليفون يا أستاذ وهدان، بالتليفون. بالتليفون كمان؟ وقبل ما تدفع الفلوس أنت عايز توصلها لمصر، وبعد ما تطمن الفلوس وصلت كمان وبدفع براحتك. ياه للدرجة دي؟ الحقيقة يا أستاذ وهدان أنا لما وصلت الفلوس للجماعة في مصر وشفت أحوالهم قلبي اتحرق، واليومين اللي انا قاعدهم في مصر بقيت مش مرتاح ولا انا عارف انام ولا اكل ولا اعمل اي حاجه، لغايه ما ربنا الهمني الوسيله تيسر بيها احوال الناس في مصر. فعلا المصريين دول ولاد حلال، ان ربنا سبحانه وتعالى يسر لهم الحال وساقهم لراجل بركه زيك يا شيخ فتحي. الله يبارك فيك ويكرم اصلك. المهم يا استاذ وهدان انت لو حبيت تبعت فلوس لمصر او اي حد من زمايلك او اي حد من معارفك انا تحت امرك، كل اللي عليك ان انت تكلمني في التليفون وتقول لي المبلغ كام وعايز تبعته لمين وفين، وان شاء الله هيوصل. وامانه عليك ما تحرمنا من الحسنه دي لا ليا ولا ليك. بس انا لغايه دلوقتي بقى مش فاهم موضوع القسط ده، كل شويه يقل لما الدنيا يقل، وبتقلب ابو سمره نفسه مش فاهم حاجه، مش عارف اوافق على ايه اصلا. انت ايه اللي مش فاهمه؟ الراجل شاف الفلوس اتلج، تخيل لما واحد يلاقي 20,000 جنيه جنيه من عند ربنا، طبعا مش عارف يفكر ولا يحسب حاجه. يا عم ان شاء الله ما حسب ولا فهم، انا عايز افهم انا. فهمه النبي. بص يا سيدي، دلوقتي انت عندك حته ارض ثمنها 1000 جنيه، ايجارها 10 جنيه، يعني انا لو جيت اجرتها منك اديك في الشهر 10، لو اشتريتها منك اديك 1000 جنيه، تمام؟ تمام. دلوقتي انا جيت رحت مديك الايجار ده كام شهر ورا بعض ورا بعض ورا بعض، جيت بعد كده رحت مديك نص ثمنها 500 جنيه، هل ينفع بعد كده اديك الايجار 10 جنيه ولا يقل؟ جرى يا محمد، ما تفتح مخك شويه، يقل طبعا، ده انت دافع نص ثمن الارض. اه يعني احنا بعد كده لما نيجي ندفع الايجار ندفع النص بس، وكل ما نسدد في ثمن الارض الايجار يقل حسب النسبه. حبيبي يا حماده صح يا حبيبي، اديك فهمت اهو، وتروح تفهم ابو سمره كمان لو عايز. يا عم ان شاء الله ما فاهم، المهم انا فهمت. جري يا اولاد احنا هنقعد ناكل طول الليل ولا ايه؟ الحمد لله. كتير قوي يا حاج، احنا كنا 5 سندوتش. مش عارف بس كتير قوي. 23 كفته و10 شاورما انا عددهم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ مالك يا فتحي؟ ابدا فجأت يعني بالمكان وبال بالبنتين. ها جرايه يا بدريه ما صحش كده، ما تخافش قوي كده يا اخويا، دول بيتكلموا عربي ولا حتى بيفهموا، دول يا دوبك تشاور لهم يشتغلوا خلاص. ومن امتى؟ ومن امتى فعلا يا فتحي؟ شغل نفسك بشغلي وتتقص وراي يا ستي. لا بتقص ولا حاجه، كل الحكايه اللي انا اتفاجئت بالمكان والتوسعات دي كلها.
توسعات النيلة يا اخويا، دول هم مكانتين عمي خارج بيت، وجايبه مع كل مكنه بنت هفضل اعلف فيهم اكل وشرب لغايه ما يشربوا الصنعه واشغلهم معايا. وبعدين يا اخويا يعني انا لا تقلت عليك في طلب ولا طلبت منك قرش. فكرك يعني بدريه انت لو طلبت عين من عيني هقول لك لا. تعيش يا اخويا، بس اصلك عمال تسالني يعني وانت غارز عليك في الحاجه وكانك بتحقق معايا. يا ست بطمن. وتطمن الحمد لله. ويا ترى التوسعات دي في المكان بس ولا في الزباين كمان، ولا هم نفس الزبونتين بتوعك بتوع السعوديه؟ لا ازاي، امال هعمل ايه في الاتيلي اللي هفتحه في لندن ولا باريس؟ الله يحزك يا بدريه. يا شيخه بكلمك جد، يعني واحده عايشه في السعوديه هتجيب زباينها منين؟ يعني قصدي العبيان دي ما نزلتش عندنا مصر، ممنوعه تنزل مصر. خلاص يعني مهتمه قوي بالموضه في مصر. العبايه يا فتحي بقت الزي الرسمي للوطن العربي كله. الزي الرسمي؟ طب ما انا لسه جايه من مصر ما شفتش واحده ست لابسه عبايه. مين قال كده بقى؟ ان شاء الله اذا كان انا لسه عامله 12 عبايه لمرات حسني الصفتي وزمانهم نازلين دلوقتي على مصر. بتقولي مين؟ حسني الصفتي؟ ده راجل جامد قوي يا بدريه. قوي، ربنا كرمه من واسعه. لا وايه، مفيش حد يقصده في خدمه الا وينفذها له، وفتح بيوت بقى ما اقولكش عددها. والناس اللي شغالين معاه دول شغالين هنا في السعوديه؟ اكتر من 500 واحد. بسم الله ما شاء الله. وانت عرفت الحكايه دي منين؟ هي النسوان بتبطل رغي يا فتحي. في دي بقى معاكي حق، 500 واحد. طب بيودوا فلوسهم مصر ازاي؟ بتقول ايه؟ لا ولا حاجه حبيبتي، ربنا يوفقك في اللي بتعمليه. طب ايه رايك بقى لما تشاركي الست ام مازن؟ اشاركها في ايه بالظبط؟ فطمني. في العبيان، انت بصنعتك ومكنك وبناتك، وهي تفتح محل وتبيع بضاعتك ونعمل لك نسبه. اما حته فكره يا فتحي، انما ايه؟ اول مره تقول حاجه عليها الطلب. بقول لك ايه، بقك ده كفر خالص. انت جايبني القهوه هنا عشان تقفل بقي ولا عشان تاخد رايي؟ عشان الاثنين يا حبش. انت مش بس بتشتغل معايا، انت كمان كانت مصراري، واذا كنت هتبتديها كده يبقى انت منسكه وانا منسكه. يا سلام، دي جوازه ايه بقى دي اللي هتعويك علينا؟ افهم بقى يا حبشي. فهمنا يا ابو الزكاوه. دي مش جوازه، الجوازه دي بيزنس. بيزنس؟ يعني ايه بيزنس؟ لما تعرف هي مين هتفهم يعني ايه بيزنس. فهمنا هي مين. صباح. صباح بنت ام صباح؟ لو ما اتجوزتهاش يا حبشي المشروع اللي احنا صرفنا فيه دم قلبنا هيبوظ. اشمعنى؟ لان هي دي كانت الخطوه الثانيه للحاج محي عشان يوصل لصباح ويقطع علينا خط الرجوع للبلد، وانا اللي يحاول يعمل كده اقرقشه بسنين. احمد ابو سميحه انت اهبل يا ابني. العميل حتى لو جه ياخد بيضه واحده انا برضو بديها له بسعر الجمله. ازاي يا شيخ عمر؟ الله، كده تجار الجملة ممكن يزعلوا، لازم يحسوا برضو انهم مميزين. لا 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 لا، بالعكس بالعكس، انا شايف بقى ان الراجل من دول لو جه عشان ياخد بيضة واحدة ده هيشجعه انه يشتغل بعد كده في الجملة ويروح يوزع في اماكن احنا ما بنروحش نوزع فيها. بالظبط كده، التمييز ممكن يخلق لنا مشكلة احنا مش قدها، وبعدين احنا بنعامل كل الناس زي بعضيها، وبعدين السعر اللي احنا بنبيع بيه ده ارخص سعر في مصر كلها بالنسبة للمنتجات المماثلة. واللي احنا بنبيع كيلو اللحمة بكام؟ ب 150 قرش. معقولة؟ ده وصل الجيزة ب 160 و 180 قرش. مش مهم هو بقى في الجيزة بكام، المهم ان السعر اللي احنا بنبيع بيه بنكسب من وراه كويس قوي بعد ما بنوفي كل التزاماتنا. وبعدين احنا لو فضلنا ماسكين على السعر ده الناس حجينا احنا مش هتروح لغيرنا. قول يا شيخ، هو احنا نخسر لو بعنا الكيلو بكام؟ لحمة ولا فراخ؟ لا لحمة، انا والمصريين كلهم يهمنا اللحمة. لو بعنا كيلو اللحمة ب 130 قرش نخسر. نخسر لو ب 130 قرش، انما لو بعناه ب 140 نكسب. نكسب ان شاء الله، بس كده هيبقى فيه مخاطرة كبيرة قوي. مخاطرة ايه بقى؟ واحنا بنكسب في اليوم من اللحمة تقريبا كده حوالي 17000 جنيه. ده في حالة ما تبيعه ب 150 قرش. مظبوط. تعال لي هنا، لو انت كده يبقى عايز تعمل في اليوم 11000 كيلو عشان تطلع ب 17000 جنيه. مظبوط. يبقى انت عايز عشان تبيع بلو ب 140 عايز تعمل 12000 كيلو. مظبوط. مظبوط ازاي يا شيخ عمر؟ ما هو كده المكسب بيقل والتكلفه بتزيد. بس احنا هيبقى عندنا مشكله، ممكن ما يتوفر لناش الزباين اللي تشيل الكميه الكبيره دي كلها في اليوم الواحد،
خصوصا ان مزرعتنا بعيد جدا عن البلد. يا سيدي احنا نوفرهم، احنا نجيبهم، امال الشطاره فين والجدعانه فين والمسؤوليه فين؟ مش بس كده، احنا ممكن نعمل 18000 جنيه في اليوم مش 17. وهتيجي ازاي بقى دي يا باشمهندس الدكاتره؟ بالاتوبيس لحضره الظابط. والاتوبيس ده سيادتك رقم كام؟ يا جدع اسمعني بقى، الله، احنا هنجيب اتوبيسين ونحطهم في ميدان الجيزه، ونجيب اتنين هتيفه يقعدوا قدام الاتوبيس، كيلو اللحمه ب 140، كيلو اللحمه ب 140، والتوصيله هديه للعميل. بس يا عمنا مش واحد ولا اتنين ولا ثلاثه هيجوا، ناس كتير قوي هيجوا، وبدل ما هنبيع 12000 هنبقى عايزين نبيع 13 و14000 كيلو. برضه زي ما قلت لكم المكسب هيقل والتكلفه زايده. يا سيدي مش مهم، الله، مكسبنا مش فلوس وبس، اسمنا كمان هيكبر، بارك الله في برازة، والاسم يكبر وسمعتنا هتطرطش في مصر كلها. هيبقوا حاجتين، اسمك وراس مالك الاثنين مع بعض، اسمك كبر راس مالك كبر، الاثنين بقى يكبروا ببعض ويزغطوا ببعض. يا دكتور احمد اسمك انت ولا اسم اخوك فتحي ولا اخوك محمد؟ ما كلهم واحد يا اخ حبشي. ما بلاش يا اخ دي بقى. يا جماعه يا جماعه احنا محتاجين اسم واحد بس ويكون منور كده. طيب ايه رايكم في اسم شركه ولاد توفيق؟ ايوه، عشان ابوك يقطعك في المصمت. لا لا، ده ممكن كمان يطلب نسبه في الارباح. ايوه بس انت عشان تعمل شركه باسم اولاد توفيق لازم تاخد موافقه الوالد. انا طب وايه المشكله؟ عندنا مشكله تانية كمان. خير؟ لازم يكون عندنا مسؤول عن الزراعه، لان محمد اخوك مشغول معاك على طول، واحنا كده محاصيلنا الزراعيه ممكن تتاثر، وبعدين احنا عايزين نكبر، واللي عايز يكبر لازم يبقى عنده نظام. بارك الله فيك يا شيخ عمر. انت عايز مني ايه؟ عايز يكون عندنا مسؤول عن الزراعة قدامك وقدام محمد وقدامنا كمان. ليكن يا شيخ عمر. كل البقالين والمحلات اللي احنا بننزل لهم منتجاتنا يا حاج بيلمولي عملة على قد ما يقدر. بس بلاش بقى تعمل معاهم كده كلهم، عشان ده خطر عليك. ايوه يا حاج انا عارف، عشان كده ما بعملش الا مع الناس اللي انا اثق فيها كويس قوي وبقول لهم يعملوا ايه. بس ايه الفايدة؟ انت عارف في الاخر ده كله هيعمل معاك ايه؟ شوية ملاليم. حاج حسان. حاج امجد اتفضل. اهلا اهلا. ما توسعها علينا بقى يا حاج شوية. توسعها علينا يا جماعة. لسه بقوله. يا اهلا الدكتور احمد من خيرة الناس. اهلا اهلا يا دكتور. الحاج امجد من اعز الناس على قلبي والله. يا اهلا وسهلا. انت الحسن يا حاج. الله يكرمك. اتفضل. احنا اولادك وتلامذتك. الله يكرمك. اهلا اهلا. اتفضل اتفضل اتفضل. ها ايه الاخبار؟ في 150000 اخضر. هما فين؟ بره في العربيه. وهنا في 100، يبقى كده معانا 250. دول بتوع انا دول يا حاج اخدهم. لا انت تاخد 200 بس، وال50 يستنوا هنا ندور بيهم شغلنا. بس هيفرق قرشين مش قرش. كتير قوي يا حاج امجد قرش. لو معاك مليون دلوقتي اخده منك بنفس السعر اللي ببيع لك بيه. والله بيقول كده يا حاج عشان عارف ان ما معيش. تصدق صح. الشغلانه دي كده، اللي معاه قرش صياد، واللي معهوش سمكه. لا اله الا الله. طب اعمل يا حاج امجد حساب اليوم اللي ممكن تبقى فيه سمك. يا احمد بدل ابن بنيه، ازاي بتقول كده؟ ده انا بزود راس المال وبزود الفلوس وبعمل كل الشغل ده عشان خاطرنا كلنا. يعني ايه يا حاج؟ لا اله الا الله، يعني بتطفش الزباين بتزود راس المال. احنا بس يا احمد سيبه يكمل. الله، وبعدين احنا متفقين مفيش حاجه هتحصل الا ما نوافق احنا الثلاثه، ولا ايه يا حاج؟ لو سمحتولي يا جماعه، وقبل ما الحاج فتحي يكمل كلامه، الموضوع ابسط من كده بكتير. الكلام اللي بيقوله الحاج فتحي ده هيفرق حوالي 12 13 كيلو في الذبيحه الواحده. الله يبارك فيك يا شيخ عمر. 12 13 كيلو، 12 13 كيلو دول مش هيفرقوا معاكم مع الزبائن التعبانين بتوعكم بتوع 140 قرش. انا هبيع الكيلو ب 2 جنيه 80 قرش، يعني الطقطقين. نقول لا ولا نقول امين؟ نقول امين طبعا يا حاج. نقول ايه يا احمد؟ نقول امين يا حاج. الله يبارك فيك يا عمر، انت عاجبني، انت ابن حلال. الله يبارك فيك يا حاج. خلاص، يبقى نعرف دلوقتي هنبيع لمين وفين وازاي. اسمع يا دكتور اسمع، واحمد ربنا ان الحاج فتحي رجع لنا بالسلامه. طب يا اخويا الحمد لله، ربنا يخليكم لبعض. اتفضل يا حاج. المستشفيات، المستشفيات الخاصه، كيلو اللحمه بيتورد لهم هناك ب 3 جنيه وربع، احنا ننزله ب 2 جنيه 80 قرش، يعني بعون الله مش هياخدوا غير مننا احنا. ده غير الناس العليوي اللي بيحبوا اللحمه الطريه، اللحمه المرتاحه. يعني احنا كده ضمننا المستشفيات وضمننا الناس العليوي، وكده كده معانا الفقراء، يعني بعون الله هنبلع السوق كله وعن طريق الفم زي الدواء يا دكتور.
بس مش كل الدواء بيتاخد عن طريق الفم يا حاج. قصدك ايه يا احمد؟ لا ما قصديش اي حاجه، قصدي اننا نتكل على الله ونعمل اللي انت عايزه وربك يستر. يبقى على بركه الله. لا البقى في اللي اسمه موحي ده يجي هنا ويعرف ان الله حق، ويعرف لو قلت له انا نط في البحر ينط، نط في الجله ينط، ودلوقتي حالا. حاضر حاضر والله العظيم اللي اجيبه دلوقتي حالا. انت كويس يا عمر، انا مبسوط منك قوي، الله يبارك فيك. دلوقتي دلوقتي لا اله الا الله. قولوا قول قولك. احنا من هنا ورايح مش هنشتري بضاعه لا من محيي ولا من غيره، هنعمل بضاعتنا بنفسنا وفي ارضنا. طب وهي فين ارضنا دي بقى ان شاء الله؟ يا ابن الجنيه هنشتريها صح كده يا احمد يا حبيب اخويا؟ الله ينور عليك يا حاج فتحي. لا وهنشتريها في بلد محيي، وساعتها يبقى يوريني نفسه. ايوه بس انت كده تبقى بتقف قدام القطر يا احمد، محيي ورجالته مش هيسكتوا. قطر ايه بس؟ احنا يا ابني لو عملنا اللي بقولك عليه ده بعون الله هنركب الصاروخ، ولو ركبنا الصاروخ القطر نفسه مش هيقف قصادنا. ربنا يكرمك يا شيخ احمد. الله يكرمك يا عمي، الله يكرمك. بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ الله يبارك لك يا حاج، انت بتشيلنا ذنوب. جرى ايه؟ جرى ايه يا ابني؟ الله انت عاوز تحرمني من خدمه بيت الله؟ انت عايز خدمه تاني؟ ما كفايه الخدمه اللي انت فيها الله يبارك لك ويقدرك عليها، يا الامامه سهله. ايوه بس ده ما يمنعش اني اساعد. لا الله يبارك لك، وانا مش عايز اتعبك يا حاج. الله يحفظك. لا حول ولا قوه الا بالله، الله يكرمك، الله يكرمك. لا قول يا شيخ عبد المجيد، هو ما فيش هنا صندوق تبرعات؟ والله يا شيخ احمد. لا يا ريت تقول يا دكتور احمد. دكتور؟ هو حضرتك دكتور؟ بيطري. وطبعا حضرتك بتسأل أنا ليه اخترت البلد دي أعمل فيها أول مشاريعي؟ يا ده أنت كده قصرت عليا السكة أوي يا ابني. ليه بقى إن شاء الله؟ رد الجميل يا سيدنا. سيدة من بلدكم من سنين طويلة خطت عتب الضرنة كنت نسيتها خلاص، لحد ما جتني في المنام وخبطت على باب الدار، فتحت لها لقيت شعرها مكشوف وخدتني من ايدي وجابتني على هنا، دخلتني بيت ملوش لا باب ولا بوابه. دخلت جوه البيت لقيت له سقف، وبص ورايا لقيتها راحت. وراحت فين يا ابني؟ مشيت. ومين دي المساعدة اللي ربنا أكرمها بزيارتك في المنام؟ اسمها أم صباح، كانت بتجينا زمان وهي محملة بكل الخير، جبنة وزبدة وقشطة. جيت أدور عليها. واعترت فيها يا ابني؟ الله يرحمها يحسن مسواها. أم صباح؟ أم صباح، ايوه افتكرتها يا دكتور، دي كانت مرات جابر الغنيمي الله يرحمه، وسابت كمان وراها صباح ارمله وليها عيلين. لما وصلت هنا ما استغربتش البيت، ولما دخلته لقيته هو نفس البيت اللي انا شفته في الرؤيا، ولما شفت صباح وعرفت انها ارمله اتاكدت انها جتني في المنام عشان توصيني على صباح. يا اهلا وسهلا، يا اهلا شرفتونا. اهلا بيكم. بقى الدكتور احمد واخواته عاوزين يشتروا ارض، وطبعا الحكايه مش بيع وشراء وبس، لا الارض زي الست، عشان كده قالوا الارض عرض، والعرض والعياذ بالله لو ما اتصنش بياخد في سكته الهبه والاحترام والعزه والكرامه وكل حاجه بتزول بعيد عن السمعين. عشان كده أنا وافقت على كلام الدكتور أحمد، والحفاظ على الأرض مش شوية ورق وفلوس مكنزينها، لأ الحفاظ على الأرض بتشغيلها، عشان كده هم عاوزين يشغلوا الأرض، والأرض لما تشتغل بدل ما كنتوا هتكسبوا منها قرش هتكسبوا بعون الله وبركته قرشين. الله يبارك لك يا شيخ عبد المجيد، وربنا يرزقها بالحلال إن شاء الله. يعني إيه يا عم الشيخ؟ تسمح لي بعد إذن حضرتك يا شيخ عبد المجيد. اتفضل يا ابني اتفضل. مبدئيا انا هستسمح اخويا الكبير الحاج فتحي ان اتكلم. اتفضل يا حاج احمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المشروع اللي احنا ناويين نعمله عندكم في البلد هنا ان شاء الله هو مشروع تربيه دواجن. ليه؟
لان بلدكم الحمد لله من البلاد الغنيه بالدواجن والثروه الحيوانيه عموما، ولذلك لما قررت انا واخواتي وبركه الشيخ عبد المجيد طبعا اننا نعمل مزرعه دواجن هنا، قررنا حاجه حلوه قوي كمان، اننا نعمل جنبها مجمع تسويق. ليه؟ هذا المجمع هيبقى بابه مفتوح لكل اهل البلد علشان يسوقوا من خلاله اي منتج هم عايزين ينتجوه، وده من ناحيه تانية هيعمل حاجه حلوه قوي، هيخلق فرص عماله لكل اهل البلد. ده غير يا سيادنا بعد اذنك حاج احمد. حبيبي اللي قال لكم عليه الحاج احمد ده هيبقى جزء من المشروع، الباقي احنا ناويين ان شاء الله نزرع منه جزء كبير قوي، طبعا بالاضافه لمزرعه الدواجن اللي احنا هنعملها على اكمل وجه، واللي ان شاء الله انا واخواتي هنقوم بيها من الالف للياء. طب واللي مش عاوز يبيع؟ والله يا حاج ابو سمره براحته، اللي عايز يبيع يبيع واللي مش عايز هو حر. جرايه يا ابو سمره، بقى ربنا بيبعت لكم الحسنات لحد باب داركم وانتوا ترفصوها ما تسمعوا بقيه الكلام. طب قول لي يا حاج ابو سمره، انت قلت لي الفدان عندك يعمل له كام؟ الفدان ب 5000، يعني ال 13 ب 65000 جنيه. طب ايه رايك في 85000 جنيه؟ طب انا عندي 5 فدادين تاخدوهم بكام؟ معلش يا حاج خليل، احنا اصلنا مستعجلين وحابين قوي ارض ابو سمره. انت بعدين وانت كنت زرعت ولا قلعت فيها علشان تعجبك يا دكتور؟ ابدا، بس رقم 13 ده اصل انا واخواتي في الحقيقه بنتفائل بيه. ها قلت ايه 85؟ ليه يعني؟ هقول لك انا ليه يا حاج، لانك باذن الله مش هتاخدهم مره واحده. ايه؟ طب وده يبقى اسمه بيع وشراء؟ الله، ما الارض هتفضل ارضك برضو يا حاج سمره طول ما احنا بنسدد لك في الايجار، وهنديك ايجار محترم كل شهر، بس كل ما يقل الدين يقل الايجار، وهنديك 20000 جنيه مؤدب، لا ورق ولا وصولات امانه، تبقى بتاخد كده مرتب محترم كل شهر والارض عرضك. بسم الله ما شاء الله، كويس ان انا شفت ابتسامه الرضا على وشك يا شيخ عم جيد. وبعدين يا حاج ابو سمره المفروض تطمن اللي بينا الراجل البركه ده. اه والله، وتدعينا بالتوفيق ان ربنا يبارك لنا في مالنا وعملنا. يا رب يا رب. الفلوس اللي معاك يا محمد. جاهزه. بسم الله الرحمن الرحيم. 20000 جنيه يا حاج. البركه. نسمع الفتحه للنبي. يا حي يا قيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حاج عبد المجيد ناكل عيش وملح مع بعض بقى؟ ايوه امال بالهنا.